النجاح يدوم ملعب يا شعارة والمحبة غيتا وغلا وتادة في حياتك تسمى بحلى عبارة في حياتك تسمى بحلى عبارة. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم شباب، حياكم الله جميعا، نفع الله بكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملكم في طاعته ويجعلكم دعاة الى الله سبحانه وتعالى، انتم مشاهدينا الاحباء الاعزاء، وهو المؤمل حقيقه في كل مسلم. انا اذكر في لقاء قديم قبل ان نعرف بالمشايخ الكرام دعاتنا، احدى وسائل الاعلام، احدى وكالات يعني احدى القنوات من السويس زارتنا مره في المكتب، فسالت سؤال حقيقه، وكانت تريد تقسيم المجتمع، فئات المجتمع، فسألتني سؤال، قالت عندكم فئة متدينين وغير متدينين، فقلت أنا أعطيك معلومة حتى ترتاح فيها. كان ذيك الوقت تعداد المملكة يكون 26 مليون، قلت جميعهم في مركب واحد وكلهم على ثغر من ثغور الإسلام وكلهم دعاة الله سبحانه وتعالى، فكل مسلم يعني المؤمل منه أنه يكون داعي لله سبحانه وتعالى كلهم بحسبه، ويزال حقيقة سوء الفهم السابق أنه لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا من كان خريج إحدى الكليات الشرعية أو الجامعات الشرعية أو من طلبة العلم الكبار أو العلماء، لا، كل فرد مسلم مجرد أن يحمل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هو داعي الله سبحانه وتعالى بقدر ما يحمل معلومات، وهذا حقيقة هم يجب أن يحمل كل واحد منا، فأنتم دعاة الله سبحانه وتعالى. حقيقة حتى نستغل الوقت اليوم سيكون ليلة دعوية، أنا أدعو مشاهدينا الأكارم الفاضل، أرقام الدعاة ستظهر تباعا على الشاشة، أرقام الدعاة من أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء ستظهر أرقام الدعاة، معنا دعاة من جنسيات مختلفة، يعني مكتب دعوة الآن متكامل يعني بين أيديكم، كل ما على الأخوة والأخوات الأفاضل الكارم يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، اتصال بسيط على داعية من الدعاة الموجودين الآن ويعني ينطق الشهادة على الهواء، فنكون في انتظار شهاداتكم. معنا المشايخ الكرام الأمين حسين من الجالية باللغة الكينية، سواحيلي تدي ما شاء الله، وإبراهيم شرمة نيبالي من نيبال ما شاء الله، ومعنا احمد من داري لغتين اليوم، نيبالي وهندي ما شاء الله، والشيخ محمد فيصل بلغه هوسه، لغه الهوسه. طبعا لغه الهوسه اعتقد في 8 دول، لغه منتشره في افريقيا كلها، هي والسواحيلي في اغلب دول افريقيا، يعني بعض الناس عنده من كينيا، عنده من اوغندا، عنده، ولا يخرج يا لغه سواحيلي يا لغه هوسه، فالحمد لله لغتين موجودين الان، ومعنا محمد كروز باللغه التقالوج، لغه التقالوج والجاليه الفلبينيه، وخورشيد احمد باللغه جاليه السريلانكيه، سواء تاميلي او سنهالي موجود، حتى يعني ننبه للمشاهدين الافاضل الكارم اللي هو تو لانجوجز، في لغتين في سريلانكا، هي اللغه التاميل واللغه السنهالي، ونحن في انتظار اتصالاتكم. طبعا مشايخنا ودعاتنا الاكارم سيلقون كلمات سريعه جدا تعريفيه يعني ودعوه الى الاسلام، ستارت وذ الشيخ كلامين، سنبدأ الآن باللغة السواحيلية، وكما ذكرنا أنه أكثر من 8 دول في أفريقيا تتحدث اللغة السواحيلية. هلو، وعليكم السلام. ذكرتني هذا تذكير جميل، هذا اللي عنده أحد الآن يا إخوان احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يهديك الله يجزاك الشر، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والرب سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومعروف أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم طاعته. طبعا قد يتبادر ذهن بعض الناس يقول أنا ما عندي مثلا خادمة أو سائق أو عامل أو عاملة تتحدث إحدى هذه اللغات، لكنك تعرف أحد من الأقارب والمعارف عنده أحد إحدى هذه اللغات الموجودة، احتسبي أو احتسب الأجر، اتصال سريع الآن ويتابعنا أو يتصل على الداعية الذي يعني أحد الدعاة اللي تظهر أرقامهم، كل ما عليكم وقت تاخذ الارقام يعني ارقام الدعاة الموجوده على الشاشه تسجلها وتتصل على الدعاة او ترسلها الى احد يعني ممن تعرف يعني من اقاربك او معارفك ممن عنده واحد يعني واحده واحد من يتحدث احدى هذه اللغات المتواجده معنا في هذا اليوم. شيخ لامين ان تو مينتس بليز يعني تراي تو يعني ادفايس بيبل تو ادفايس ذات جيف ذا مسج اوف اسلام ذات وي ار ويتنج ذير كولز سو يو هاف ا كول ناو سو وي جو تو تفضل We'll go to Nepal language now. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام نبينا محمد على علي أصحابي أجمعين، أما بعد. هذا اللي نبي دعوة الآن. دادو بھائی ساتھیرو دیدی بہنی ہرو اسلامی طریقہ بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھنا چاہن چھو سرپرتھم
خليه يرفع صوته. لا لا، يعني تبغى يفتحون السبيكر الاخوان السم، لعل الاخوان يسمعون. شهاده اول استقبال من الشهاده. الو السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام يا اختي، حياك الله. لو سمحت انا زين الرقم لو في ترقية شهاده. اي نعم اي نعم. في هذا الوقت ولا مثل الان موجوده معك؟ ايش؟ معك احد بينطق شهاده يعني؟ بعد المغرب. اي لا، هو من 4 إلى 5 برنامجنا، فاذا كان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام نبينا آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آدرنی نیپالی داجو بھائی دیدی بہنیہرو، اسلامی طریقہ بٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھن چاہن چھو. سروپرتھم اسلام کو بارے میں تپائی ہرلائی کئی کرا بتانا چاہن چھو. اسلام بھنیکو عربی کو سلام دھاتو بٹ بنیکو شبد ہو، جس کو ارتھ ہونچا شانتی، جس کو ارتھ ہونچا شانتی ر سدباب ر سمرپن र हामीले समर्पण कोसँग गर्नुपर्छ सत्य ईश्वर अल्लाहसँग। र मुस्लिम भनेको कुनै जात होइन, कुनै वंश होइन, कुनै व्यक्तिको नाम होइन, एउटा सत्य ईश्वर अल्लाहको सामु आफूलाई बिना कुनै शर्त राखी, कुनै बिना कुनै शर्त नराखी अल्लाहको सामु आफूलाई समर्पण गर्नु, यसैको नाम हो मुस्लिम। र इस्लाम धर्म हर समुदायको लागि हो। الو هذا الحق الرساله والهدف. Do you have someone شهاده ready now for شهاده؟ السلام عليكم. اهلا سريلانكا. Ready for to be a Muslim؟ ايوه. اوكي عشان نبدا بالترتيب يا اخوان، نبدا باليمين طبعا. اقول اشهد. اشهد كلمه كلمه. السلام عليكم. بس لو الاخوان يقولون شلون اقول اشهد؟ سي اشهد. سي اشهد ان نكمل. كل واحد بيجي واحد. اشهد اشهد ان ان لا اله الا الله. لا اله لا اله الا الله. وان وان محمدا محمد رسول الله. رسول الله. الله اكبر. اللهم لك الحمد. الله اكبر. تكبير يا اخوان. ما شاء الله على خير. ما اسمح لي بس المسجد بس سجود شكر. ترى اول مره يدخل احد الاسلام انا اللي انطق الشهاده، وهذا فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقه قبل نبدا المشايخ في الدعوه يا اخوان، يجب ان نعرف قيمه كلمه لا اله الا الله سبحانه وتعالى. ترى هذا الكون يعني كله اللي خلقه الله سبحانه وتعالى لاجل تحقيق او تعبيد يعني الناس لرب العالمين وتحقيق العبوديه. فهذا الكون يعني بحاره وانهاره وهذه بالسماوات السبع والارضين السبع والافلاك العظيمه التي حقيقه الارض لا تشكل مقارنه ببعض الافلاك ولا شيء، يعني كلها خلق الله سبحانه وتعالى لاجل تحقيق كلمه التوحيد هي لا اله الا الله محمد رسول الله. فنستشعر هذه الكلمه ونحن حقيقه نبغي اليها الان. شيخنا انا عندي تعليق اذا كان تسمح لي. سم. انا والله العظيم لما انطقت الشهاده والله غمرتني سعاده اول مره احس فيها. حتى يعني الطير فرح سبحان الله. كيف؟ انا من النوع اللي اذا جتني سعاده ما ادري ما تشدني الارض. قمت حطيت المخده. لا تستغرب يمكن اقوم ادور الحين في الهاوس. وعليكم السلام. اللهم لك الحمد. ولهنالك السعاده اعظم من هذه السعاده على هذا الرب سبحانه وتعالى العظيم. الله النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث يعني الله اشد فرحا بتوبه عبدي من احدكم. هلا هلا هلا. وتعبكم لكن الله يجزاك الجنة. السلام عليكم مرحبا. الله يجزاك. ونعم الله يحييك. حياك. طب حالك؟ كيف حالك؟ حالك كويس؟ الحمد لله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. فاللهم لك الحمد اني نلت الاجر العظيم. الحمد لله. الحمد لله يا رب لك الحمد. الحمد لله. لا اله الا الله. الحمد لله. تسمح لي يا شيخ، يعني النشر الاسلام انت تكلمت في البدايه انه ما يحتاج دعاة وخريجين شريعه. الاسلام انتشر في الصين وانتشر في قاره افريقيا عن طريق التجاره. صحيح. يعني نقيس المثال هذا على البيوت والاهالي في البيوت بتعاملكم الحسن مع الخادمه مع السائق، كل هذا باذن الله راح ينعكس راح يخليهم يحبون الاسلام
ويهتمون بتعليمه ويسألون عنه ويدخلون فيه. سأعطيك التعامل أهم شيء. الأمثلة كثيرة يا شيخ. إحدى الأخوات من كينيا هي عملت في إحدى البيوت هنا في الرياض. هلا عليكم السلام. فأسلمت سبحان الله عند كفيلها، يعني كفيلها وأهل البيت وكانوا يعاملونها معاملة رائعة وجميلة، فأحبت الإسلام ودخلت في الإسلام. إلى يومك هذا سبحان الله بين فترة أخرى تتصل علينا في المكتب وهلا هلا هلا بإخوانك الحب. الله يجمع حالكم، الله ينفع بكم، الله يحييكم. فأسلم على يديها المرأة هذه أكثر من 10 من يعني في كينيا الآن. ما شاء الله ما شاء الله. قبل أيام أنا كنت حقيقة قابلنا رجل، شوف فضل الله سبحانه وتعالى، هي بالترتيب تمشي يا اخوان، ماشيه بالترتيب. خليني اتكلم الشيخ يا شباب اللي توهم حضروا، يا شباب اللي توهم حضر اللي توكم حاضرين ابشركم شهاده. بالدور بالدور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. Good evening, good afternoon sister. What's your name? I'm Mary. Mary, you are from Kenya? Yes. And you are ready to be a Muslim? ما شاء الله ما شاء الله. So we will say the testimony of faith word by word in Arabic and repeat it with the intention please. Okay. شيخ لمين عطى الاخ الله يجزاك. لا 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 انت. السلام عليكم. سلام. Please say and repeat after me. Okay. Okay. اشهد اشهد ان لا إله لا سيلا إله إلا الله. نمشي كله ترى الخير واجد يا أخوان. وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله. الله اكبر يا رب لك الحمد. الو اللهم يا رب لك الحمد. اللهم السلام عليكم. وعليكم السلام. كم مستا سيستا اوكي نمان ايو سلان gusto kong maging اسلام. اوكي gusto gusto mo. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. So ready sister now. اوكي 100% you are ready. اوكي اوكي ano ka gawin ko. اوكي just repeat word by word ها. Okay. 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 بيجيكم خير ترى بإذن الله يا إخوان. Hello. Hello. Are you ready to embrace Islam? Yes. Okay. Repeat after me, please. Say أشهدُ. Yes. أشهدُ. Say it. أشهدُ. أن لا. أن لا. أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد 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 أن محمدا محمدا رسول رسول الله. السلام عليكم. الله هلا حياك الله. Congratulations, you are now Muslim. Alhamdulillah, say Alhamdulillah. 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 I will give the thank you, thank you. خلني. طير طير طير. زبر. والله بعطيك 1000 ريال إذا أتيت. الله سم أبشر. زبر زبر زبر. طبعا هي الدعوه الان. تفضل يا شمس. شيخ محمد فيصل التحرك يكون هنا كذا لا يجب كذا عشان الكاميرا خلصت. شهاده نيبالي نيبالي نيبالي. سلام عليكم. يو سبيك عربيك؟ صحيح صحيح. طيب سوا سوا كلام سوا سوا انا اوكي. كلام اشهد ان لا اله الا الله الا الله واشهد ان محمدا
رسول الله. الله الله. الحمد لله. كلام الحمد لله. الحمد لله. مرحبا والله مرحبا ألف. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ألو. ألو. نعم. الله أكبر. طبعا نريد نذكر بس الأخوان والأخوات الأفاضل كان بقضية هامة ونبهنا عليها حقيقة. نحن يعني خلال الخمس سنوات قدمنا برنامج وعسان في بداية والحمد لله. طبعا هذه بشار نزفها للأخوة في هذه القناة الطيبة المباركة إن شاء الله ينفع بهم. خلال الخمس سنوات اللي قدمنا في البرنامج كنا في إحصائية أنا ذكرت أنها قرابة 3000 اللي أسلموا من خلال القناة، لكن أتاني تصحيح من بعض الأخوة اللي كانوا يتابعون حقيقة يتابعون الدعات والدعات اللي ترد عليهم اتصالات، قال حسب علمنا أنه تجاوز 5000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجهود ونجعل في ميزان الأخوة جميعا حقيقة كل هذا الكادر الفني والإداري في القناة، نسأل الله سبحانه وتعالى يحرمهم الأجر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. القضية الهامة اللي نريد يعني نشدد عليها ونركز عليها أنه الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم يعني الإحسان إلى من بين أيديهم من العمالة و... ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. ألو. أيوة. نيبالي ولا هذي؟ سريلانكا. سريلانكا ولا وين؟ لو سمحت أبني شيء. أيوة نعم أهلا السلام عليكم. أيوة. عندكم ما حد تبغى شهادة؟ ايوه شهادة اشهد. يلا اشهد. اعطي الشيخ محمد فيصل. هذا وش كينيا؟ المايك حقك يا سرور. المايك مسكر. ريدي تو بي ا مسلم سيستر؟ يقول له الشيخ يقول يتكلم كول 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 اي بس لا هي تقول السعوديه تقول عطني الشيخ ايه اوكي سم عذرا ترى اكثر افتر سيدي ما شغال الو افتر سي اشهد اشهد أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مرحبا لمليون. اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله. ويلكم تو إسلام. ويلكم. اللهم لك الحمد. اللهم لك يا اخوان اقول اللهم لك امسك طيب. انا يا شيخ بيجيكم السر باذن الله كلنا اخوان هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ان لا اله لا اله الا الله واشهد ما شاء الله ما شاء الله سي الحمد لله مين هذا؟ الحمد لله الله يجزاكم خير سم. بس انا حقيقه انا بس عند الشهاده اخوان طبعا ادغامه يكون افضل اشهد ان لا يكون بدون تشديدها الله يجزاكم طبعا نرجع لقضيه هامه ذكرناها اللي هو طبعا نصيحه للاخوان وطبعا هذا دوركم انتم ايضا والتذكير بين فتره واخرى يعني كلنا دعاة لله سبحانه وتعالى ولهذا من عنده عاملة في البيت أو سائق أو عنده مؤسسة أو ورشة أو محل يعني يعني يفترض أنه يعامله معاملة جميلة جدا حتى ولو كان غير مسلم يحببه في هذا الدين إن لم يسلم على الأقل أنه يحمل يعني انطباع جيد حتى عندما يعود إلى بلاده وينقل هذه الصورة الإيجابية. نحن على سفر الليلة يا أخوان وحقيقة سعدنا بلقياكم والجلوس معكم وفي مثل هذه الجلسة الطيبة يعني مثل هذه المجالس تذكر الله سبحانه وتعالى. دقيقة يا شيخ شهادة. أيوة. أوكي. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. جاهز تبي مسلم؟ جاهز؟ أه؟ أه؟ إسلامي وارون أنت نعم ولا كيف؟ أبى أقول لي تارتو سولنا سريع. أوكي.
اوكي خلاص اوكي عشان ما تفشل واحد واحد تعال جيب عزاء يا اخوان اجلسوا يا اخوان اجلسوا بالترتيب يا اخوان عشان ما الو سريلانكا ها؟ ايوه طيب قولي اشهد الا اله الا الله اله الا الله واشهد واشهد ان محمدا رسول الله رسول الله مبروك مبروك الله يجزاك من باقي من الاخوان اسماعيل اسمع اسماعيل فاكر جيبك موجود انت هلا في مكالمه انتظاره السلام عليكم اشهد اشهد عبد تدخل قولي الله الله اله اله الا الله الا الله واشهد اشهد أن محمدا محمدا رسوله بصورة رسول الله رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله ألو 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 شوي أخوان ألو ألو افتح سبيكر ألو السلام عليكم كيف الحال؟ الحمد لله يبغى اسلام؟ ايوه ما شاء الله من اللي ما اطلق شهاده خلنا نبدا على اليمين السلام عليكم الو لا 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 تسكرين لا رد اعتبار هلو معلوم عربي والله يبغى اسلام يبغى اسلام لا يا شيخ سكرت سكرت الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا لو سمحت انا باكل الشهاده يلا عطي عندك احد يبغى شهاده انا واختي عندكم احد يعني يبغى ينطق شهاده ولا كيف يعني ايوه لو سمحت انا واختي ايش فيكم نعم ايش في عندك انت واختك بس صعب توصيلكم الان نعم الان فقط نستقبل اللي تبغى تنطق الشهاده بس يا اختي الله يستر عليك اقول فقط الان اللي عندكم احد تبغى تنطق الشهاده رجاء اعطوناها يعني ولا انا انبه الاخوه الاخوات الافاضل لكن يعني اخواني اللي يتصلون بعض الاخوان والاخوات يتصلون او بعض الاخوه يتصلون يقول عطني فلان من الشباب وكذا ترى ما هو مجال يا اخوان وهذا من تعطيل الدعوه الله سبحانه وتعالى او بعض الناس يتصل علينا يقول خلنا نبغى ننطق شهاده جزاك الله خير على حرصك وجزاك الله على حرصك لكن ما هو موقعه ولا هو مكانه هذا فنسال الله ان يسمعك في طاعته نحن فقط نبغى ارقام الدعاة فقط يا اخواني يا اخواتي ارقام الدعاة الان فقط لمن اراد الاتصال ودعوه من بين ايديه ونطق الشهاده طبعا انا انبه في هذا المقام وهذه العجاله انه الحمد لله في بلادنا اكثر من 317 مكتب الان قرابه 320 مكتب وتزيد منتشره في كافه انحاء المملكه وكلها حقيقه تقوم بدور في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتوعيه الجاليات وغيرها من تنظيم دروس الشهاده. هلو؟ يس سير. جود افترنون. يا جود افترنون. هاو ار يو سيستر؟ I'm fine. Good afternoon, sir. So, ready to be a Muslim, my dear sister? I'm okay, yeah, I'm ready to be a Muslim. ما شاء الله ما شاء الله. So, I will say the word, we call it a testimony of faith, which bugs sexy, sister. Diba? And repeat after me. Okay, say أشهدُ أشهدُ ألا ألا إله إله إلا الله إلا الله وأشهدُ وأشهدُ أن أن محمدًا محمدًا رسول الله ما شاء الله congratulations sister may Allah bless you and guide you ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك thank you sister طبعا أنا أنبه تنبيه سريع ومهام جدا كل من أسلمت معنا الآن أو أسلم معنا الآن يا إخواني أخواتي مباشرة
الأفضل يغتسل خروجه من الخلاف، تغتسل الآن أو يغتسل وصلاة العصر مباشرة. يعني بعض أهل العلم قالوا تصلي صلاة الظهر العصر وتقوم يعني ربة البيت أو الكفيل أو المسؤول عن يعني يصلي بجوارها وتصلي بجوارها وتشرح لها كيف تصلي خطوة بخطوة ولا تستعجلون. وأنا أنبه حقيقة كل من تعلمت يعني من المسلمات الجدد، كل شيء تتعلمه منك يا أختي أو كل شيء تتعلمه منك يا أخي الكريم فترى في ميزان حسناتك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. يعني الأخت اللي أسلم بسببها امرأة تراها في اليوم تصلي خمس فروض أخرى، وإذا اعتمرت اعتمرت، وإذا ذكرت الله ذكرت الله، يعني كأنها قد تكون في بلادها بعد أن تسافر وهي تصلي في أوقات مختلفة وأنت نائمة أو أنت نائم في بيتك. يعني ميزان الحسنات أو عداد الحسنات لا زال يجري بالحسنات لك، وقد تدعو كثير من أهل بيتها ويكون ذلك في ميزان حسناتك. أنا حقيقة قابلت رجل وهو من كبار الدعاة في أوغندا قبل أيام، الرجل أسلم بسبب خالته، كانت هي المسلمة الوحيدة في مدينتهم، وكانت تريد بس قالت للرجال لزوج أختها أنا أبغى هالولد أربيه حتى إذا يعني مت أنا الوحيدة في هذه المنطقة مسلمة، أبغى فقط واحد يدفني ويكون محرم لي ويتولى غسلي وتكفيني. فأسلم الرجل هذا سبحان الله، هو أحمد أبو ثبيت أحمد عز الدين، وأسلم على يديه أكثر من 150,000 شخص، وأحد طلابه يقول أحد طلابي أسلم على يديه فوق المليون شخص في أفريقيا كلها، وكل ذلك في ميزان حسنات هذه المرأة. هي توفيت طبعا لكن لا زال ميزان حسناتها الآن ملايين الناس في ميزان حسناتها. دعوة شهادة فرمير فلبين. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا سيستر. هلو سيستر. هلو. Good afternoon. Good afternoon. Sister, you want to be a Muslim? Yes. Ready for that? Yes. Okay, we will say the testimony of faith, which we call it bug sexy sister, and you repeat it word by word with the intention that you will be a Muslim. Okay? Okay. Okay. نلما نطق سعادة يا أخوان. كلام أشهدو. سيستر كلام سيأفتر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. Hello, did you open the speaker? جاهز؟ دقيقة بس. جاهز ready؟ يبغى إسلام؟ From Ethiopia ها؟ ما شاء الله من المناطق إخوان شاهد. اسم. لا. طيب. شهادة شهادة. أوكي. يلا أشهد. Say say with say after me. أشهد. أشهد. ألا. ألا. إله. إله. إلا. إلا. الله. وأشهد. وأشهد. أن محمدا رسول الله. الله أكبر. مبروك مبروك. الله أكبر. الله أكبر. يا رب الحمد يا رب. جاهز؟ جلامينة ما شاء الله. طبعا لازم نذكر ونشدد يا أخواني يا أخواتي التعامل بس. يعني أنا حقيقة أستاء لما أسمع عن إحدى العاملات في احدى المنازل توضع في مستودع يمكن يعني نومها مثلا وتكون بجنب الفريزر او في مستودع وجنب المواد الغذائيه ومواد التنظيف، وهذا مسيء جدا ان يكون تحت الدرج، وهذا مسيء. الله سبحانه وتعالى يعني اعطاكم اياهم وجعلهم تحت ذمتكم. شهاده سري لانكا فيلبين. هلو هلو جود افترنون. جود افترنون سير. كم مستر سيستر؟ اوكي نمان. ايو سلان فيلبين. ايو سير يس سير. ولا بروبليما. Alhamdulillah, thanks to God. So ready to be a Muslim sister? Yes, sir. Sincerely from your heart, nobody push you for that?
It's your own choice? Yes, sir. Alhamdulillah. So we will say the words, which we call it the Bag Sexy or the Testimony of Faith. Then you repeat after me with the intention, then you'll be a Muslim. Okay, Lang? Okay, sir. لحد ما نطق شهادة أخواني. جاي, okay. أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. الله أكبر. ويلكم تو إسلام. ويلكم. ولكم. يمكن شاهد واحد عن طريق علنية واحد من اخوانا اللي راقدين بس شرعا هذه تصلح دي ما ادري لان بغينا صحيح معي والله وما نبغى يفوت ولد لا ما اذا شرعا قد حجزت ثلاثة سبقك بها عكاشة وهذا ملحظ مهم دائما سبحان الله توفيق من الله سبحانه وتعالى يا اخوان ترى يعني دائما سبحان الله اعمال الخير والفوز بها هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى ترى لا تعتقد انه شيء يؤخذ باليد او بالعقل ولهذا كان بعض الناس قد ياتي من بلاده يعني اضرب لكم مثال ابراهيم شيرما هذا ترى مسلم جديد يا اخوان ما شاء الله واحمد بن داري مسلم جديد كانوا هندوس كلهم واحد هندوسي واحد بوذي فشوف توفيق الله سبحانه جاء لي من بلاده انه يعمل في هذه البلاد فاسلم من 4 سنوات الرجل يسلم على يديه شهريا فوق 40 إلى 50 شخص ما شاء الله فشوف توفيق الله سبحانه وتعالى اتى به من بلاده ليكون داعيه وينفع الله به يقتل هلو 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 good afternoon كم مستر سيستر اوكي لانج الحمد لله ready to be a Muslim sister okay repeat after me say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر my dear sister hello first of all congratulations for being a Muslim now and my advice to you and all the people that will become a Muslim now try your best to be a good Muslim and to seek knowledge and go now and perform prayers may Allah bless you and guide you thank you sister Thank you too. أخي سير. سريلانكا. من اللي ما وصلها نبغى يا إخوان لما الشهادة يعني لا تقول أنا أقول أن لا ألا خلاص. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. سريلانكا ها؟ يبغى مسلم. ما شاء الله أخوك أوكي. سمي شيخ وعذرا ترى انا ديزل بلا سخ لين اقوم اقعد السلام عليكم وعليكم السلام اشهد ان لا لا اله لا اله الا اشهد ان لا اشهد ان لا اله يا الربع والله من وناس ابويا سيستر اجين أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا أنه هو عبده ورسوله عبده ورسوله نفسه الله أكبر والله من الفرحة حتى أنا ضيعت الشهادة أخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك عادي هذا الشيء الله يتطلب وجوده موجوده في الاسلام اللي تقرب على الاشخاص اللي هم كفار هذا بالدخول الاسلام صحيح لان انا عندي خيل شوف سايس عندنا قبل كان يتعامل معه واحد من عيال عمتي بطيبه وانا اتعامل معه اللي يجي بدري يتغدى معه يتعشى معنا يجي اجلس معنا يتقهوى معنا ابد ما نعامله الا بوقته الخيل بس اذا حط طال عشاء ولا الاكل بعد فترة كان من أشد مثله الهندوس أو زي كذا هندوسي إيه بعد فترة ما شاء الله دخل الإسلام كذا من نفسه هلو عذرني Good afternoon Good afternoon كم مستا
اوكي لانج ما شاء الله. ريدي تبي يا مسلم سيستر؟ ايه. ار يو فلبينا؟ يس. ما شاء الله. سو وي ويل سي ذا تستيموني اوف فيث اند يو ريبيت وذ انتنشن تو بي ا مسلم. اوكي لانج. اوكي. سي اشهد. اشهد ان لا اله الا الله. الا الله. واشهد. واشهد ان محمدا رسول الله. رسول الله. Congratulations my sister. May Allah bless you and guide you. Alhamdulillah. Thanks to God. Okay. Try your best to be a good Muslim sister and try to promote to guide your family to convince them to be a Muslim inshallah in the future. That will be in your rewards in judgment day. May Allah bless you and guide you. Thank you. جزاك الله خير. اخي سيستر في تسمع انت؟ لا هو اتصالات واجده الحمد لله، وهذا يدلك على يعني خيريه هذا المجتمع الحمد لله سبحانه وتعالى. بقى واحد شباب علشان ما نبهتونا. اي والله عشان اكتمل النصاب اكتب الصوره بس. بقى واحد وانا برضه عشان الاول ما يمنق احس ما يمنق. كينيا؟ كينياتا. السلام عليكم. هلو. جود افترنون سيستر. عندكم شغالة حياك الله يا أختي. عطني إياها من سميه. بس هي تقول أول شيء تبي تخلعكم بعدين تتكلم. خلاص تعطينا بننطق هالشهادة شوي شوي. تبغى تاخذ فكرة يعني she wants to know something about Islam then she will say the shahada. Maybe she wants to explain the shahada. What's the meaning of أشهد أن لا إله إلا الله. أقول لك يا شيخ وصل لا الجاليات بس حنا مجرد كنا نوجهه وكذا وجاب له كتاب وجبت له كتاب انا ما درينا اللي هو رايح للجاليات ما شاء الله مسلم. قلت والله ليته حنا اللي منطقين بالبسطه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ويتكرر حقيقه انا ما بريد حقيقه نبدا في القصص ولا القصص كثيره يعني من التعامل ومن وكل ما صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى وفق الله سبحانه وتعالى وانفتح عليه ابواب الخير. يعني احد الدعاه عندنا اسلم على يديه قرابه 10,000 أسلم. قابل الرجل في الشارع وعطاه كتيب وقال له خذ اقرأ. بعد 6 شهور قرأ الكتاب وأسلم. والرجل هذا من أكبر الدعاة الآن. تخيل رجل من 25 سنة الآن يصلي، يصلون أهل بيته، 10,000 أسلموا على يديه في المملكة وخارج المملكة. سنويا يحج، يصوم مثلا 2 وخميس، شهريا يعتمر مرة ومرتين، كله في ميزان ذلك الشايب اللي قبل 25 سنة وما يدري ذاك أنه أسلم. وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى. لهذا يا إخوان يعني القضية الهامة عشان حسن الخلق وحسن التعامل. يعني واحد وقف عند محطة بنزين لقى عامل يتعامل معه لا بأس يعطيه ريال ريالين، إذا معك هدية يعطيه بارد موية، ابتسم له، تعطيه مثلا معك شوكولاتة تعطيه إياه، باقي ريال من عطيه إياه البقالة اللي عند بيتكم دائما تعامل. لو كنت تركز على عامل محطة مثلا في منطقتكم من عنده دائما تتعامل معه، بعد فترة تسولف أنت وياه سبحان الله تقول له جيب مطوية أو عطه رقم الدعاة وخله يتصل على الدعاة سبحان الله تعالى وستر ان هذا يسلم. وهذا تكررت كثير من الشباب. سمي شيخ والله بعض الناس يظن ان الداعيه فقط مقتصره على الشخص الدين او الشخص اللي دائما مع الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط. انت قد تكون داعيه باخلاقك، قد تكون داعيه بابتسامتك، قد يعني تكون داعيه بحسن خلقك مع الاشخاص الغير مسلمين. فالدعاء لا يعني مستحيل ونهائيا انها تكون مقتصره فقط على الاشخاص الدينيين، هذا غلط. وانا برضو شيخ عندي بس تقول واحد اسلم على يد 10,000 الواحد يعني لا يستهين لو يسلم على يدك واحد. صح. لاني اعرف ناس من الخيان يعني اعرف 10,000 حاولوا في واحد والله لك الحمد اسلم يعامل عندنا في مطعم من حولنا. يعني انا ومجمع الشباب والله والله لك الحمد. هلو. وهذا نقوله يا اخوان ترى فلبيني. دلوا ايوه دلوا. هلو. Good afternoon. Kamusta? So, dalawang babae? Dalawang Filipina. Dalawang Filipina, ha? Dalawang Filipina. Okay. Ready, sister, to be a Muslim? Yeah. من اللي ما نطق من الأخوان؟ الأخ ما نطق ها؟ So, okay. حظك ثنتين ترى مو واحدة. So, sister, you are 2 now, ها؟ Okay, just we will say the testimony of faith. We call it shahada. Word by word, you have to repeat with intention. Okay, Lang? Okay? Hello? Sister? Okay.
listen to me through the phone. Forget the TV, please. Okay? Hello. Hello. Through the phone. Okay. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله، مبروك مبروك، الله أكبر. فلبينا. السلام عليكم. سوس ابراهيم، ما في كذا كذا، ها يعني انت ناوي نقول لك بليز الشهاده عشان شهاد الوقت بس سوا عشان كلام اسلام ان شاء الله. السلام عليكم. اسمعيني. هلا سوا كلام شهاده. ايوه هلو. يلا سوا كلام انت. هلو. نعم. اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله، كلام الحمد لله. سوي سجود وبدأ إن شاء الله سوا إن شاء الله. الحمد لله. السلام أنت خلاص. السلام عليكم. يلا مع السلامة. السلام عليكم. تضحك يا حليلة يا أخي. واحدة ثانية. السلام عليكم. جاء مسلم. اوكي. سي وذ مي. فروم وين؟ فلبين. هاو ار يو سيستر؟ وير ار يو فروم؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. وير ار يو فروم سيستر؟ يس يس. اوكي. سو ثرو ذا فون بليز. لسن تو مي ثرو ذا فون بليز. Okay, do you speak English or what? I am Zagmeet. Hello? Hello? Aywa? Anta keep the phone number. Salam. Ashhadu. Hello, salam alaikum. Ashhadu. Fi ahad bi shahada. Hello? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Are you need Islam? Yeah. Okay. Say with me, okay? Ashhadu. Hello, Mary. Assalamu alaikum. Ashhadu. Ashhadu. Alla. Ashhadu. Anti khayfi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله، هذا الله جعله إن شاء الله عني وعن والدي. يلا بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هلو سيستر. هلو هلو مثلا كنت سألت انقطع الظاهر. اشوف ما شاء الله يا شيخ الدعاء في احد. طبعا لا زالت الظاهر ارقام الدعاء تظهر على الشاشه يا اخوان ولا لا؟ ما شاء الله. ارقام الدعاة تظهر تباعا على الشاشه. طبعا كما ذكرت سابقا انه مكاتب للدعوه تنتشر في المملكه،
في كل مناطق المملكة، حتى الآن في المدن الصغار، كثير من المدن الصغار حقيقة يوجد فيها مكاتب دعوة وتوعية جاليات، ولا يعني تسهيل الله سبحانه وتعالى الآن للدعوة، أصبحت الآن أرقام منتشرة. نحن قمنا باختيار نخبة من الدعاة وتوزيعهم، وأسلم على يديهم الألف. ألو، السلام عليكم. هلو، السلام عليكم. السلام عليكم سير. Good afternoon sister. Good afternoon. Good afternoon to sir. So are you ready to be a Muslim? Yes. Okay. Say أشهدُ. أشهدُ. ألا. ألا. إلهَ. إلهَ. إلا الله. إلا الله. وأشهدُ. وأشهدُ. أن. أن. محمداً. رسول الله. Thank you, sister. May Allah bless you and guide you. JazakAllah khair. So, brothers, when you move, please don't go this way. Try to make it like this. It's okay. Okay. Hello. Hello. Salam alaikum. Walaikum salam. يبغى مسلم. أيوة يبغى مسلم. Okay. بسم الله. سأختار ما أشهد. أشهد أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. ما يحصل يا إخوان ندف الكرسي شوي، تكرمون فضلا على أساس ها مرتبه، نبي شوي عشان الدعاة ما يجسرون قدامنا، اللي هنا يروحون من هنا واللي يروحون من هنا، ما يقعدوا يقاطعون قدامنا. الله يجزاك الجنة. صلاة وش كثرة، الله يعز الإسلام والمسلمين. يا ربي لك الحمد. والله شيء يفرح الخاطر. وأبشر كل نشوفه حاليا. كل مرة نقيمها في القناة هنا يعني يسلم معنا ما لا يقل عن 150 بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا اللي كنا أثناء الحلقة أو قريب من الحلقة يعني بعدها مباشرة، لكن تستمر الاتصالات بعدها بأيام، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا نوهت بداية حقيقة هذا دلالة خيرية المجتمع، وأنه كله في يعني كل الأفراد المجتمع فيهم حب لهذا الدين، وكل يسعد ويفرح أنه أحد يكون خير. يعني يسلم أحد على يديه شهادة ما شاء الله. هلو. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ يبغى مسلم؟ الحمد لله. أوكي خلاص يلا جاهز. الله لا يهينك يا رب، الله لا يهينك. طول عمرك الله يخبيسك، من يوم أتذكر ذيك. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. You ready sister؟ Okay, see after me, okay؟ Okay. أشهد. أشهد. أن لا. أن لا. إله. إله. إلا الله. إلا الله. وأشهد. أشهد. أن. أن. محمدا. محمدا. رسول الله. رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. سي الحمد لله. الحمد لله. جاهز يبغى مسلم. ويلكم تو إسلام. هلو. तपाईं रेडी हुनुहुन्छ फलो गर्नुस् भन्नु म तयार छु जाहेज भने भन्नु त तयार छु भने भन्नुस् ओके ओके इंग्लिश आउँछ इंग्लिश आउँछ अ अल साथ ल कन्ले म इंग्लिश हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम डू यू स्पीक इंग्लिश सलाम रहमतुल्लाह ओके रेडी टू बी अ मुस्लिम निबाली निबाली माशाल्लाह अयवा ओके सलाम कान مسرك يلا اخوان عشان الشهاده وبس بس ما بقدر لا الله يسعدك انا مسلم والله لك الحمد انت تبغى تسلم جاهز سيستر ريدي ريدي ما شاء الله في احد من الشباب من المنطقة شهاده من اللي باقي هذا نبهنا يا اخوان يا اخوان رجاء يا حبايبنا لا تشغلون التليفون الله يجزاكم الجنه ترى والله يا اخوان تحرمون شخص يعني الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول
الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أنا حقيقة يعني سعدت بلقاء الإخوان، يعني الوقت حقيقة هذا ختام هومسك ترى يا إخوان، لأنه على وشك المغادرة. هلو السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا اخي الله يهديهم، جزاك الله خير. بس يا طبعا ايوه الترميد خلاص، هذا ان شاء الله ختامها مسك، وان كنتوا كلكم انتم افضل من المسك. ايش تقول عشان سيئه الترميد؟ سيئه الترميد. اشهد الو. ايوه نوس نوس لا تسمعيني من التلفزيون. ايوه الو ايوه اشهد. طبعا يو سي سي سوا سوا سي سي حول حول اشهد حول كيف طبيعي لا كلوز ذا ايوه انا كلوز ذا سبيكر. اشهد الا الا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله. جزاكم الله خير. ختام مسلمين سوا سوا. طبعا جزاكم الله خير يا أخوان، ونفع الله بكم، استمعكم في طاعته. طبعا بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أشكر الأخوان في القناة على تحت هذه الفرصة، فتح هذا المجال، فتح هذا المنبر الإعلامي الدعوي الكبير. طبعا الوقت الحين حقيقه دهمنا جميعا دهمنا جميعا، وستكون يعني الاتصالات بعد خارج الهواء، حتى القاكم في اسبوع قادم. اترككم في رعايه الله سبحانه وتعالى. اشكر لكم حسن الاستماع والمشاهده والمتابعه والتفاعل، واسال الله سبحانه وتعالى يحرمنا لكم الاجر ويجعلني لكم دعاه الى الله سبحانه وتعالى. خذوا ارقام الدعاه المنتشره وزعوها، اتصلوا على الدعاه واحتسبوا الاجر وكونوا دعاه الله سبحانه وتعالى. حتى ألقاكم في ملتقى آخر وفي مناسبة أخرى. أترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. ما بحلى عبارة في حياتك، نرسمها بحلى عبارة.